تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. أكد سموه أن منح جلالته هذا الوسام الرفيع يأتي تقديرا لجهود جلالته المشهودة وقيادته الحكيمة التي عززت مكانة مملكة البحرين بين الأمم وأصبحت موضع التقدير من قبل الأشقاء والأصدقاء، وجاءت بالمزيد من التقدم والنماء لمملكة البحرين ومعززة للأمن والاستقرار والسلام.